السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ دي الحلقة 10 والأخيرة في كورس الترانسليشن مع مستر محمد ديب، الترجمة من الصفر للاحتراف. في الجزء ده هنكمل مع بعض الحلقة دي حل بعض الجمل وتدريب على قواعد الترجمة من خلال جمل نحلها مع بعض. يجب على الحكومة الاستثمار في البنية التحتية وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية. بنبدأ بالفعل يجب على الحكومة، يبقى هبدأ بذا جوفرنمنت الحكومة. يجب في شد في must في have to أو has to. invest يستثمر، في كلمة اسمها structure يعني بناء، ف infrastructure بنية تحتية. و encourage بشجع local يعني داخلي، و foreign أجنبي investments الاستثمارات الأجنبية أو الداخلية والخارجية. لابد لدول العالم أن تتعاون لحل المشكلات الناجمة عن الدفء العالمي اللي هو الاحتباس الحراري. فانت دول العالم اللي هي the world countries must يجب cooperate يجب انها تعاون عشان solve تحل the problems المشاكل اللي هي resulted from ناتجة من اللي هي جاية من global warming اللي هو الاحتباس الحراري. يبقى ال world countries دي must cooperate عشان solve تحل ال problems المشاكل اللي هي resulted from ناتجة من global warming الاحتباس الحراري. كلنا نصبو للإصلاح، ولكن من منا يريد أن تغرق مصر في فوضى عارمة وحروب أهلية؟ كلنا نصبو، كلنا نتطلع، يعني all of us aspire يعني يصبو أو look forward to، يتطلع إلى reform الإصلاح. ولكن who of us، مين فينا يا جماعة want Egypt أو wants Egypt، عايز مصر to be in، عندنا شباب overwhelming اللي هو فوضى عارمة أو عارمة يعني شاوس يعني فوضى and civil wars حروب أهلي. يعني سيبك من حتة دي، هي يعني بقيتش تيجي للحاجات اللي هي سياسية دي، السائر الحق يعني اللي هو ترو أو الريل ريفولوشنري بروتست تو ديفيت كوربشن. طبعا يا جماعة ريفوليوشن ثورة، الثوراج الحقيقي هو اللي بيحتج عشان يهدم الفساد، وبعد كده كالمز داون بيهدى عشان يبني بقى جلوريز المجد ما شاء الله. لقد أثبت شباب مصر إن هو واعي ومتحضر. هتبدأ بإيجيبشن يوس، الشباب المصري have proved أثبت إن هو شباب are aware واعي civilized متحضر loving محب لزير كانتري لبلدهم وكين أون حريص على its progress تقدمه. يجب أن نعمل جميعا بجد في كل المجالات حتى تصبح مصر من أكثر الدول تقدما وازدهارا. يجب أن نعمل جميعا، إحنا we should all work hard in all fields في جميع المجالات so that عشان أو لكي Egypt دي will become تصبح one of the most progressed واحدة من أكتر الدول تقدما prosperous مزدهرة countries الدول. يجب علينا أن نتصدى وبكل حزم لأعمال البلطجة والفساد. يبقى احنا we must face، يجب إن احنا يا جماعة نواجه strictly all of the كل ال key acts of bullying بلطجة و corruption اللي هو الفساد. كل ما نحلم به هو فرصة حقيقية للتعليم والعمل والرعاية الصحية. All that we dream of، كل ما نحلم به، all that we dream of is a real opportunity، فرصة، a real chance، فرصة حقيقية ل education تعليم، employment توظيف وعمل، و health care رعاية صحية. تعتبر الزلازل والبراكين والعواصف والتسونامي كلها ظواهر طبيعية تدمر كل إنجازات البشر. الزلازل اسمها earthquakes، البراكين فولكينوز، عواصف ستورمز، في هاريكينز اللي هي جماعة الأعاصير، والتسونامي، كل دي كلها ناتشرال فينومينا، ظواهر، دي جمع ظاهرة اللي هي ديستروي بتدمر كل الأشيفمنتس إنجازات من البشر أو الإنسان. بالرغم من مزايا المفاعلات النووية اللي هي يمكن تسريب إشعاعي يمكن أن يسبب أضرار هائلة، طبعا ديسبايت يعني بالرغم من the advantages مزايا of nuclear reactors مفاعلات نووية، إلا أي يعني additional leak تسريب إشعاعي ده ممكن يسبب أو result enormous damage، دمار هائل. إن مصر تحتاج إلى جهود المخلصين من أبنائها حتى تتغلب على كل المشاكل التي تعوق تقدمها. مصر Egypt needs تحتاج
the efforts الجهود بتاعته its faithful sons أبنائها المخلصين in order to عشان overcome تتغلب على كل البروبلمز المشاكل obstacles عوائق اللي هي hindering كلمة hinder يعني يعوق its progress تقدم. يجب أن تكون المنتجات المصرية عالية الجودة لكي نتمكن من منافسة المنتجات الأخرى في الأسواق العالمية. يجب أن تكون المنتجات المصرية يبقى the Egyptian products المنتجات أو Egyptian product المنتج المصري must be لازم يكون of good أو high quality لازم يكون جودة عالية عشان to be able to عشان نقدر compete نافس other prices الأسعار الأخرى other يا جماعة ممكن products بقى المنتجات الأخرى من different occasions في الأسواق لا برايزز دي غلط كده يبقى ايه other products in international او global markets في الأسواق العالمية international. مصر بلد الأمن والأمان لا فرق بين مسلم ومسيح يبقى Egypt is the country of safe and security there is no difference مفيش أي فرق بين مسلم and Christian مسيح. شعب مصر كريم وطيب معروف بالشهامة وحب الكرم يبقى the Egyptian people الشعب المصري are generous كريم are known for معروفين بالنوبلتي اللي هو الشهامة and love of dignity حب الكرامة. لقد حان الوقت للعمل الجاد من أجل بناء مستقبل وطننا. It's time to work hard. It's time to work hard to build our the future of our great country. تطلع مصر إلى أداء اقتصادي مختلف يجعل منها دولة قوية اقتصاديا وسياسيا يحقق آمال الشعب. Egypt is looking forward to تطلع إلى different economic performance أداء اقتصادي مختلف اللي هو يجعلها powerful country دولة قوية. الهجرة الشرعية دي حق كل مواطن ولكن الهجرة الغير شرعية تعرضه لخطر كثير. طبعا legal دي يعني شرعي immigration هجرة ده every citizen's right حق لكل مواطن. إنما ال illegal بقى الغير شرعية دي exposes him بتعرضهم ل lot of risks كثير من المخاطر. إن قضية إصلاح التعليم من أخطر القضايا التي تواجه المجتمع المصري حيث أن البحث العلمي أحد ركائز الأمن القومي. طيب يا جماعة إصلاح التعليم اسمه ذا إيشو يعني قضية of education reform الإيشو قضية الـ education reform إصلاح التعليم one of the most serious issues واحدة من أخطر القضايا اللي هي facing بتواجه الـ Egyptian society المجتمع المصري. إن الـ scientific research البحث العلمي one of the pillars واحد من الركائز الناشونال سيكوريتي الأمن الوطني. تمتلك مصر الموارد الطبيعية والأيدي العاملة الماهرة التي يمكن استخدامها لتحقيق الرفاهية. Egypt has natural resources موارد طبيعية وskilled labor قوة عمل ماهرة اللي ممكن تستخدم لأتشيف تحقيق والفير رفاهية. تبذل الحكومة جهودا مضنية للقضاء على الأمية ولتحقيق التقدم والاستقرار. تبذل الحكومة the government is making بتعمل يعني strenuous efforts يعني جهود مضنية efforts يعني جهود عشان eliminate تمحو تقضي على overcome literacy الأمية. يا جماعة في كلمة اسمها literate كده يعني متعلم عكسها illiterate جاهل أو أمي عكس literacy الأمية وأتشيف progress and stability استقرار stable stability. على رجال الأعمال المصريين the Egyptian businessmen دول شود لازم انفست يستثمروا زير ماني فلوسهم الناشونال بروجكت مشروعات قومية اللي هي سيرف بتخدم سوسايتي المجتمع. يجب أن تعمل الحكومة والأفراد معا على تقديم المزيد من الدعم والمساعدة للمعاقين والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. The government and the individuals هما اتنين شود ورك توجذر يشتغلوا مع بعض عشان أوفر يقدموا مور سبورت دعم أكتر وهيلب مساعدة للهاند كابد اللي هم الديسيبلد معاقين وتشيلدرن وذ سبيشال نيدز احتياجات خاصه. لابد من تشجيع الاستثمارات الاجنبيه في مصر من اجل النهوض بالاقتصاد المصري. احنا لازم اتس نيسيسري من الضروري ان احنا انكارج نشجع فورين انفستمنتس الاستثمارات الاجنبيه في مصر عشان نريز نرفع او نعلي الايجيبشن ايكونومي الاقتصاد المصري. إن زيادة الإنتاج يبقى increasing production زيادة الإنتاج و reducing تقليل consumption استهلاك هما الاتنين are the only way
هما الطريق الوحيد to overcome، للتغلب على our current economic problems، مشاكلنا الاقتصادية الحالية. الاستقرار الاجتماعي اسمه social والpolitical stability will bring، هيجلبه more investments، المزيد من الاستثمارات، وrefresh the economy، ونعيش الاقتصاد. تسخر مصر بالعديد من النماذج الهندسية التي تبرهن على براعة المصريين في علم الهندسة. Egypt is full of، مصر مليئة ب engineering models، نماذج هندسية اللي هي بروف بتثبت ال Egyptian pioneering in engineering، اللي هو يعني براعة المصريين في الهندسة. الزراعة والصناعة agriculture وindustry هم the backbone، العمود الفقري لل economic development، التنمية الاقتصادية، و creating productive society، وخلق المجتمع المنتج.